خاس الملك لله وسكان الأرض زوار سكان الأرض زوار والعاطي بيعطي عطاه كل واحد إله مقدار كل واحد إله مقدار والراضي بقليل وعاش يحمد ربه مهما صار يا ناس الملك لله يا ناس الملك لله سكان الأرض زوار سكان الأرض زوار بالعاطي بيعطي عطاء كل واحد إله مقدار كل واحد إله مقدار يا ناس الأرض بتساعد فيها سهول وفيها جبال لله الملك لله وضراع النفر بساع ما دام مرتاح البال لله الملك لله ويمكن قلب اللي بحبك أوسع من أي مكان يا ناس الملك لله سكن خلوه بالقلوب لله الملك لله بالقلب ما في تدقيق ولا غالب ولا مغلوب لله الملك لله والمفتكر حاله مالك ذكروه انه الله المالك قولوا له الملك لله رب مهما صار يا ناس الملك لله يا ناس الملك لله وشو صار؟ وافقوا على 24 الحمد لله يا ربي فرجت رح صلغيت طولي بالك يا رويدة لا تفرحي يو خير لا ترعبني يا عيوني يا محاسن هلا اللي بده يتجوز ما بده أوضة تلمه إلا كان حدا بيركض ورا الجواز وبيسأهم بند بنود الجواز لك حدا بينسى السكان لك وين بخاك أنت وين بخاك طول بالك علي يا أبو عقدين ليش هيك ما معصب كل هالقد يا أخي جل من لا ينسى ولا يسهو عم فكر سكنك بالمطبخ شو؟ إيه أتسملو يا أبو عقدة شو عم تحكي أنت؟ قديش طلع عندك؟ 220 سيك هالمتر هات تتجوز؟ ايه اتجوز ليش انت بدك تتجوز؟ اسمع على هالحكي لك عم بدي اترهبن؟ أصلاً الرهبنة بالإسلام حرام المهم سوت وشي قدام الحاج يونس شو بدي أقول له؟ طول بالك يا أبو رضا لنفهم بالأول شو صار معهم وحد الله لا إله إلا الله تفضلوا لشوف برا جوزي وأبو ولادي برا مسكني وغطاي برا عشيرة وستري روح طول بالك قوم عيون خير شوفي قوم بسرعة لا تسلي قوم يلا بخير طول لوين بدنا نروح يعني قوم هلا لا تسلي خلاص ما بلعلك صديوم خلصي لك يا أبو عقدة عنا طلبية ضرورية يا ست القصة وما فيها إنه رضا رح يعمر أوضة عم تمزحي من غير يمين ما عم امزح وين بده يعمر رضا الأوضة 10,000 ليرة إيش ونحن عم نعمر قصر ولا قلعة لا أوضة ايه يا ابي شو رايك
يا بي مشان عندي الحاج يونس وقت ضيق ضروري. شو بده الحاج يونس يعني؟ اي مشان ننقل له الكراسي. شو بده يعني؟ رايح نص ساعه وراجع، ولبين ما اروح وارجع بكون انت نقلت البيوكات. ماشي طب بامرك يا بي. راضي الله يرضى عليك. اتصل على المحل مثل الطير الطايره، قول له لعمك الحاج يونس ابي جاي وراي. إيه بابا انا طالع بس شوف الاوضه وبجي. شو بدك شوف الاوضه؟ لسه ما في اوضه. إيه معلش خليني اشوف اللي فيها. خلاص مثل ما عم يقول لك ابوك روح هلا روح، ما في اوضه لسه. يلي معمرينه. لك شو معمرينه ما معمرينه؟ عشيه بس تجي بتكون طلعوا الحيطان برجيك اياها. لك اخي ليش خلص ما في اوضه بدك تروح هلا روح خلصنا. ما معقول شو فجعان اوضه انت روح خلص. شو فرشه؟ ايه مرضى بدك مني شيء؟ انا راجع بدك جيب لك شيء معي. ليش وين رايح؟ بدي احمل طلبيه الحاج يونس وارجع. يو الاكل رح يجهز. لك كلها نص ساعه ما تطول. شو صار بالاوضه؟ من هون لعشيه باذن الله بتكون الحيطان طالعه. نطف قلبي على ما اشوف شلون صارت. شلون بدها تصير يعني؟ اوضه مثل كل هالاوض. يلا خاطري. الله معك ابو رضا الله يحميك. مرحبا بابا. اهلين بابا. يسلم وتقبريني. شو صار بالأوضة أمي؟ أبوكي قال العشية بتكون الحيطان الأربعة كلها مرفوعة بإذن الله. يلا طالعة شوفها. لا وين رايحة أمي؟ في رجال فوق. إذا كان بدي أطلع شوفها. يو أبوكي وأخوكي بيخانوا لك أمي؟ بطلع بشوفها أوام وبنزي. يا بنتي يا بنتي ما بيصير. شو 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 بدك تشوفي؟ شو بدك تشوفي؟ الأوضة. كمان أنت طلعتيني بالسحبة؟ خلاص ما في تشوفيها، فوتي ساعدي أمك بالشغل. يو شايف لي حالي بهالأوضة. تعي تعي قطعي الخضرة معي تعي. لك ايه بعت لك دفشة لك رويدة رح تدبيني على طولي خلصنا بقى. لك ايه بعد هيك لسه تكي تكي لسه ما تأملت حالي منيح. لك ضربة رح تدبيني. ايه خلص خايف يكون فستانك طالع أحلى من فستاني. اسكتي. شو بقى عم تتخانقوا انتو التنتين؟ الفستانين مثل بعض تمام. مثل بعض؟ ايه طبعا شوفوا هون اذا بتلاقوا فرق خيط ولا خرزة حقكم علي. فستانك شلون؟ مثل فستانك وفستانة. عم تحكي عن جد؟ ايه معقولة زود حالي عليكم مو عيب؟ ما بصدق. لا اصدقي. ايه ارجينا يا. ليكو شوفوا معلق بالغزالة بس على مهلكم عليها لسه ما تهنيت فيه. لا يا يو حلوة مصدقينك. حلوة؟ قديش اجار الفستان؟ بلا غلاظة. عن جد حلوة، قديش اجارهم؟ وانا عم اقول بلا غلاظة محاسي. يو ما بصير ما بصير بنوب، حرام تبقطت عيونك وانتي عم تشتغلي فيهم، لازم تاخدي اجارهم. اجار الفستانين بتعتبروهم نقوط. يو لك حلوة، ايه كتير هيك، بلا يمين، كتير هيك. والله العظيم ما باخد اجارهم. يي حلفة يبعت لها دفشة. طب ونحن شو حنقطك لك حلوة؟ ليه بتدخلي كل وحدة بتهديني زلغوطة؟ يو بس زلغوطة؟ عندي اياها احلى هدية. رح تنسينا نسألك عن الأوضة. هلا حبيبتي شو صار بالقهوة؟ يلا حبيبتي عشلي. ايه مو لا تهدوا وتركنوا بالأول. ايه احكي بقى قولي. هلا قول رضا اليوم المسويات بيكونوا الحيطان مرفوعين. قديش طول الحيطان؟ هلا قول رضا شي 3 أمتار. يو مو قليل. لا منيحة. شو نحن رح نعملها سرك؟ وان شاء الله مساحتها كبيرة. على قول رضا انه الطول 3 أمتار يغزي العين والعرض 3 أمتار وربع. يو مو ضيقة؟ ضيقة ولك حلوة؟ اي لا منيحة. شو حنعملها ملعب ولا جراج باصات؟ يا حلا شو صار معك بالقهوة؟ لك ايه خلصت. ايه يلا بقى طلعيها. نطلي قولي لأخوكي رضا الأكل جاهز وقولي له ينادي لأبوكي من الدكان بسرعة. يلا أمي يلا. وما بتتاكل مجدرة بلا بصل يعني؟ آخ شي بهد الحيل. رضا رضا قلت لك أمك روح نادي لأبوك لأنه الأكل جاهز مشان يتغدى معكم. ماشي ماشي ليلة تحطه على الطاولة أنا هلأ بيجي باخده. يلا بسرعة.
شرشو. شو القصة يا جماعة؟ شو في؟ سأل حالك شو القصة؟ سأل حالك شو عامل لحتى جاي وراك كلمة حكم العدالة يا زلمة؟ ما لي عامل شيء. الله وكيلكم، ما لي عامل شيء. ما لك عامل شيء منو؟ منو؟ لك ليش محتشتين مثل التتر هيك؟ الحارة كلها محاصرة، وأي حركة للتمرد رح نطبق النار. للعمل ليش هيك اندلق على الارض فرد دلقه؟ ظاهر شغله كبيره كثيره. والعمل ما بعرف. هلا يعني بدنا نضلنا هيك رافعين ايدينا لايمتى؟ تملخوا ايدي. الظاهر عم يستنوا قوه ثانيه لتصل. العمل كمان قوه ثانيه؟ مالك شايف العناصر مستعده ولضرب ببيوت النار؟ وليه ليش بده يصير قواص يعني؟ لك انا جايين بسلاحه للكامل بيبيعوا غزل البنات ما؟ طيب مشان شو كل هالانقلاب يعني؟ تذكر شو عامل تقيل عرضه. علي الجيره ما لي عامل شيء انا. بلا حكي انت وياه. بلا كرجلة. بسم الله الرحمن الرحيم. شو في حرب؟ يلا ايديك لفوق انت وياه. لفوق. شو امي جايين ياخذوا اخي على الجيش؟ انو جيش لك بنتي؟ اخوكي خلص جيش من 5 سنين. طب لشو هالعسكر؟ يظهر قايمه الحرب. الكل يديه لفوق لفوق. مين اسمه الرضا؟ انا سيدي. سيدي لفوق لفوق سيدي لفوق. مثل ما عملتوا سيدي. ها ولا حركه ها؟ ولا كلمة ولا نفس. شفتي لك بنتي؟ قلت لك في حرب. شو يعني رح ينفقد الخبز امي؟ وابوك الثاني يعصي بالدكان؟ يكونوا لاقطينه بالدكان امي؟ رضا! لا بلا شو؟ بإذن الله للمساء بكون مرفوع على الحيطان. الحق يا رضا، الحق. الشرطة يا رضا، الشرطة. شرطة؟ شو بهون الشرطة؟ تجمعوا على البيت، على بيتك هنيك. على بيتي أنا؟ ليش شو في بيتي أنا؟ في العمى، شو صاير؟ العمى. لك شو صار بالدنيا يا با؟ يا لطيف يا لطيف. هذا اللي صار يا عمي ابو عدي. وليشو هذا صار ولا؟ ما بعرف يا عمي ابو عدي. عم لك هذا اللي صار. لك كان مين بيعرف؟ انا كل اللي بعرفه انه تملخت ايدينه ونحن رافعينه لفوق، وبعدين تهجموا لك على هالبيت وعلقت بينهم وبين رضا، ووصلت معهم للضرب وهبطوا للحيط. هبطوا الحيط يا عمي ابو عدي. الله لا يوفقك. بعد هيك وخرجت التاني. وراي وراي. يلا وراك عمي ابو عندي. يلا وراك. حي؟ انو حي؟ حيط الاوضه. اوضه؟ انو اوضه؟ لك الاوضه اللي عم عمرها رضا. وليش لي هبطوا لياها؟ على قول الشرطه قال تغيير مواصفات. مواصفات؟ ايه مواصفات. شو على قولهم؟ قال مواصفات اثريه. يو شو يعني أسرية؟ ما بعرف، هيك سمعت من الشرطة. بدل ما ياكل المجدرة إجا الشرطة أخذوا هو مكلبش. يا لقلتي إن شاء الله. شو عم تحكي؟ لوين أخذوا؟ ما بعرف. العمى وين كنا وين صرنا لك رضا؟ يا لطيف على هالدنيا شو مكركبة وأنا مالي علم. العمى تقول عايش برات الزمان
لا كأني من هالبلد. إذا على سطوحنا ممنوع عمر أوضة أنستر فيها وكمل ديني، الحملة كان وين بدي أنستر؟ لك إذا بيتنا اللي هو بيتنا ما بحسن أنستر فيه، وين بدي أنضرب على قلبي وكمل ديني؟ بالحارة؟ بالزقار؟ بالشوارع؟ العمى؟ الأزهر أبو الكريك وينه؟ عم قول الأزهر أبو الكريك وينه؟ شو طرشانه لا؟ طرشان ما سمعان؟ لا 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 سيدي أنا مالي طرشان. لك شو؟ مو أنت الأزهر الشهر اللي كان على الشرطة؟ سيدي أنا اسمي رضا. شرف عين! أنا ما شهر شهر. عم اسألك عن اسمك. عمرك. عم اسألك عن عمرك. 27 سنة. شغلك. عم بسألك عن شغلك. بشتغل بتأشيش الكراسي. سجل يا فواز كل كلمة عم يحكيها. حارة سيدي. أصلك من حارة الحناين سيدي. من حارة الحناين. إلك سوابع؟ شلون يعني سيدي؟ ما فهمت. يعني محبوس قبل هالمرة؟ لا أعوذ بالله. أصلا هي أول مرة بتشرف فيها بزيارتكم سيدي هون بالمخفر. أكيد أكيد سيدي. يعني شو شلون يعني أنا هلأ بصدق بدي أصدق معقول مع العالم كله وأكذب عليكم أنتم الحكومة سيدي؟ بتجوز؟ نعم كلا أنا سيدي أنا مشان الجواز مشان الجواز لأنه مشان السكنة لأنه مشان هيك لأنه جيت لهون أنا سيدي. ما فهمت. شلون بفهمك؟ يعني انا كنت عم عمر اوضه على الاسطوح سيدنا مشان كمل ديني واتجوز وانضب. ايوه الله وكيلك سيدنا الله وكيلك. حتى بالعلامه اذا ما لك مصدق اسالهم كلهم بيقولوا لك. وما لقيت تعمر اوضه غير على الاسطوح؟ لكان سيدنا يعني عدم المؤاخذه وين بدي عمر؟ على راسي. عمر الأوضة على راسي. سيدنا ما بحسن هي صعبة كتير يعني ما في مساحة بتكفي. سد بوزك. سدين. لا تسجلها هي يا فواز. حاضر سيدي. بتعرف شو جرم الاعتداء على شرطي حكومة يا رضا باشا؟ لا سيدي
بدي أعرف. وطالما ما بتعرف ليش عم تعتدي على شرطي حكومة وبتشهر الكريك بوشه؟ سيدي بحلف لكم سيدي الله وكيلكم، أنا لا شهرت بوشه كريك ولا شهرت بوشه منكوش، بس ال لكان الشرطي كذاب. لا محشوم سيدي الله وكيلك، بحلف لك اني ما شهرت بوشه كريك. مواطن سفاح مجرم دموي. كلفك حياتك رفعت هالكريك بوش الشرطي. سيدنا سيدنا صلي على الفروة، سيدنا صلي على الفروة. عم لك علي الجيرة، علي الجيرة، لا شهرت كريك ولا رفعت كريك بوش. أنا حتى أتحمل علامة كل الجيران، اسألوهن سيدنا اسألوهن، ليش ما بتسألوهن؟ انتو اسألوهن دقسوا سيدنا، انتو شغلتكم الدقس. ادخل. تمام سيدي. شو في؟ في شخص بدي قابله ضروري سيدي. بخصوص شو؟ بخصوص أبو كريك سيدي. ها؟ وحاطط لي وصاية رضا باشا؟ ما فهمت سيدنا. مين دعمك ولا؟ أبو عقدة. هذا أبو عقدة دعمني سيدي. أبو عقدة. خليه يشرف. منين؟ منين طلعوا لي بهالفضي يا رجل؟ منين طلعوا لي بهالفضي؟ علي الشيرة، علي الشيرة يا أبو حد. لا شهرت كريك ولا شهرت معفر، أنا ما شهرت شي، ما شهرت شي. لكان رجال الشرطة عم يتبلوك ولك رضا عم يكذبوا عليك؟ إلك أنا ساعد حاتم وجميل بجبل الطينة. منيح. بإيش كنتوا عم تجبلوا الطينة؟ كنا عم نجبل الطينة بالكريك. حلوة! يعني خلاص رح يفرجوا عني؟ عود شباك! لقيت لك فختي رح تفيد المحامي بالدفاع عنك. يعني الشغلة فيها قاضي وقاضي قاضي ومحامي وهيك شيء يعني؟ لك 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 لكان شو فكر العلاقة مع الحكومة سهلة ولك رضا؟ مو سهلة ولي على الأوضة وساعد الأوضة. خلص بس ولي يمك، أنا راح فهم المحامي وخلي حط باعتباره إنه وقت اللي طبت الشرطة كنت أنت حامل الكريك وعم تجبل بالطين. صح يا عيني عليك. صح لك معلوم، مزبوط معلوم. صح لك، هذا هو الحكي الصح. وإذا طارت ما رح تتوقف أكثر من سنة. وليه صح فرانت. ولك شبك لك رضا، ولك شبك الدلعب بكيس المرغول. سنة يا رجل، حرام عليك. أنا ساعتي بالنصارى بعرف ليش بتحمل سنة. لك شي شباب، عم اقول لك اذا طارت سنة. طيب واذا ما طارت؟ يعني اذا ما طارت، اذا هدت من 3 شهور للشهر. قولي واحتمال اشكر الشهر شوية مصاري تنقطع 15 يوم لك رضا. بس حدا بيعمل عملتك يا رضا؟ حدا بيشهر كريك على رجال الأمن؟ شو رأيك؟ ماشي هيك بيتم الوضع. أشوى شوي بس انت شد لي حيلك ولا يهمك لك رضا، ولو لك الحبس الرجال. أخي معلش مسامحي
قل لهم اني انا مالي رجال، انا مالي رجال، حرمي انا، بس يعتقوني، بس يطلعوني، كرمال الله يطلعوني رح اخترق يا رجال، رح افطس، انا رح افطس. لك شبنا ولك رضا شبنا، لسه بتروح مثل ولاد صغار، ليك شيء شبنا. لك انا يا رجل عم تقول لي من السنه للشهر، شو انا شهر قبل زريه بوش الشرطه. ابو كريك خلاص بقى مشي قدامي. ولا يهمك لا ولا يهمك، هلا عم بوشي وطلعت من هون بوش على حالي. ماشي ليك استرى على حالي. لك قدامي بقى. خلاص ولا يهمك، ولا يهمك غيرك. خلاص ولا يهمك ثاني. ولا يهمك. تخطي رضا. شاركريك في يزني. شاركريك في يزني. تفضلوا يا حليم، تفضلوا، تفضلوا عمو، تفضلوا. طمنا عمي ابو رضا. لهلا ما رجع ابو عادي. لهلا؟ ليش طول بقى؟ لك شو طالع بيدي يعني، شو طالع بيدي؟ والنسوان شو وضعهم؟ على حالهم، على نشوة او بكي. لا حول ولا قوة. صار شي جديد ابو رضا؟ لسانا على حالنا يا جار. ما عرفتوا بانو نظارة، بانو مغفر؟ ما عرفنا. اساسا ما خلونا نشوفه. اوف! شو قاتل قتيل؟ أهون يا جار، أهون. طمنا يا أبو رضا، شو صار؟ وين وصلتوا؟ شو عملتوا؟ أوف أوف، لك لساتنا يا برو على حالنا. شو الحكي؟ يعني رح يبات بالنظارة اليوم يا با؟ شو بعرفني؟ لكان مين بيعرف يا أبو رضا؟ أبو عقدة. وينه أبو عقدة؟ لك يا رجل، قال لي كلكم فكري، أنا واصل مشوار، ساعة الزمان وبرجع، وهي وش الضيف راح ما رجع. ها؟ ليك وزنبوعة؟ السلام عليكم، مرحبا عمي ابو رضا، طمنا شو صار؟ وين معلمي ابو عادي؟ شو بعرفني؟ حتى معلمك ابو عادي مو مبين. لك يا جماعه مو حلو تضلوا هيك واقفين برا، تفضلوا لجوا، تفضلوا. وحد الله يا ابو رضا. شو جايين نجربك يا ابا؟ نحن جايين نطمن على رضا. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. اللهم صل على النبي يا محمد. لا حول ولا قوه الا بالله. هات عنك عمي، هات شبيك لبيك القهوه لعينيك، هذا اختصاصك. بين ابو عقده بين. اجا معلمي، اجا معلمي. ابو عقده ابو عقده. لك كم مره قلت لك من لعني لا اعمل لك هالفرامات يا با. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يهنيك، جايب لكم اخبار من جده، جايب لكم اخبار عن رضا. قول يا بعول. خير خير. يا حبايب، يا اهل حاره الحناين، رضا ابن الحاره البار يقرئكم السلام فردا فردا، نساء ورجالا، من ابن المهد لابن اللحد. وبيقلكم لا تاكلوا همه، الحبس درجان وشده وبزول ان شاء الله. انا اليوم عم ينزل عند محامي باذن الله، باذن الله، بس عالم 15 يوم باذن الله. ايدي بزنارك يا ابو عقده، الولد ماله ضيان ومو معود على المرمطه منه. لك يعني انا اللي بدي اياه يضل محبوس؟ ولك يا ابو رضا، انا اللي بدي اياه يضل محبوس بشغلته كبيره 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 كثير. لك فيها اشهار كريك على رجل شرطي العماص، الشغله فيها سنه، نزلنا لها 3 شهور شبنا. دخيلك يا ابو عقدة، اللي يقدر ينزلها من سنه لثلاث شهور بيقدر ينزلها من 3 شهور ل15 يوم. قول ان شاء الله. ان شاء الله. طالب دفع الحساب. هلا وقتك يا ابو عقدة. شو وقتك؟ ما وقتك، خرب بيتنا. ها معاملات ولزق طوابع، لزق طوابع شبنا، شغل كله. خلص نشرف معي على المحل. اعطيني اي خدمه، اي خدمه يا با. حاول على المحل، حاول على المحل. جيب المسكرات معك. تعال انا معلمي. حاضر. زنبوعه اوعى دير بالك عليك. يبعث لي حمى، يبعث لي 100 حمى، يبعث لي 1000 2500 ألف حمى، أنا السبب. يبعث لي داء وبردية وتيفويد وقريب ربيعي، أنا السبب، أنا السبب. بعيد الشر، لعداك إن شاء الله تقبري قلبي. أمانة، أمانة، لا تدعي على حالي. لو لا هي، لا كان خطب ولا كان كتب كتابه ولا كان فكر يتجوز ولا كان فكر يعمل هالأوضة ويعلق مع الحكومة، أنا السبب، أنا اللي خليته يفوت على الحبس. يبعث لي حمى إن شاء الله يا رب.
لا تدعي على حالك يا حلوة. يا حلوة هذا قدر ومكتوب. إنه بدي أفهم شو كانت هالأوضة دار الحكومة؟ ولي على حظنا شو معتر، ناس بتعمر قصور وفلات، نحن نيقع على الخليقة يعني؟ شفتي؟ لحقونا على شرش هالأوضة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعة. بصبر قلبك تقبريني. إن شاء الله بيرجع بالسلامة. الله يسلمك. قلبي معك يا أم رضا. الله يسلمك يا رب. تفضل. شلون لو معمر أوضة سبعة بسبعة؟ يمكن كنت رحت مؤبأ. أصبح لو معمر أوضة ومنافعة يمكن كنت على المقبرة واصل. تغيير مواصفات أسرية. شو يعني؟ حتى بقلب بيته ما عاد الواحد مننا يعرف يغير. لا معنى الصراحة مواصفات أسرية منين بيطلعوا لنا بهالشغلة؟ منين؟ طب كل هالعمر وطالعين فايتين على بيتنا وما لنا عرفانين إنه عايشين ببيت أسري. يا سيدي ياخدوا ويعطونا بيت بثلاث أوض بس وبدون ما يكون أسري. قبلاني بس المطر مخني انه شلون بيجي من قلبهم يهبطوا حيطان الأوضة شلون؟ قال شو؟ اشهار كريك قال إيه ما كانوا شاهرين 100 بارودة معباية ولا هن يمكن معلش. إن شاء الله قريبا رح تفرش. إمتى قريبا يا أبو عقدة؟ إمتى قريبا؟ رح أموت، رح أستر يا أبو عقدة، رح أموت. ضمن بالك ولا تهك الهم، راح لكثير وما ضل إلا القليل. ببوس إيدك يا أبو عقدة، لا تنساني ما عاد أحسن أتحملها، الله وكيلك ما عاد أحسن أتحمل بنوب. ضمن بالك ولا تهك الهم، بقول لك رضا، المحامي طمني، هلا رح بلحقك أنا وياه على المحكمة، روح أنت روح توكل على الله. قلبي معك. لا تنساني يا أبو عقدة ها، عجل علي يا أتب بسرعة عجل علي. أبو عقدة ناطرك ها ناطرك. مع السلامة. جاي ولك رضا لحق بعد هيك ما معك رامات. يابا جبنا حبس للرجال. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش يا أبو عقدة؟ بعد هيك ما معي رمان. لك بعدوه ما معي رمان. يا أبا مشو يا أبا. طمنا يا أبو عقدة طمنا. أفرشوا عنه. أفرشوا عنه. بس خلاص. شو؟ تركوني يا أخوتي. شو صار معه؟ أفرشوا عنه. لا. لك شو؟ وعدونا بالزيارة بكرة. الحمد لله.
ما خلينا ياك يا ما بدنا رضاكم ها بدنا ادعولي ادعولي يا بي مشتاق لك يا بي ايدك لبوسه ايدك الله يرضى عليك يا مولاي تسلم لك حلوه شلونك حلوه مشتاق لك خير الله يا حلوه خير الله حاتم رضا زبون انا خير الله مشتاق لكم ها مشتاق لكم كثير حاسس حالي الله وكيلكم رح موت بهالغربه رح موت حاسس بعيد الشر الموت لعداك ابو عقده قديش صار لي محبوس هون اه ما صار لك كثير كلهم 20 يوم علي جيره يا ابو عقده حاسن اكثر من 20 قول 30 سنه يا مو يا مو يا مو تطمنيني كيفون راضي ورضيه اه يا مو كيفون بسلموا عليك تقبر قلبي بس ما قبلنا نجيبهم معنا لحتى ما يشوفوك بهالمنظر حلوة اشتقت لك حلوة خير الله اشتقت لك شلونك احكي سمعيني صوتك اشتقت لصوتك خايف انسى صوتك احكي اشتقت لك خير الله ناقشت لك قصيدة حزينية على كيفك بس القصيدة بتبكي ها ليش؟ لأني كتبتها بأول محكوميتي كانت إسا قصتي تازة عرفتي شلون يعني؟ رضا تقبر قلبي جبت لك قضامي على سكر سلم إيديك يا مو صار لي دهر ما أكلت قضامي على سكر اسأل الله أيام الأرمطة تقبر قلبي يا رضا أنت أكيد ما عم تاكل منيح عملنا لك شوية صفيحة إلهي إلهي ما انحرم منك يا يامو يا حنينة يا بي أنا جايب لك معي راس خروف نيفة كريم يا أبو رضا كريم وسخي أبو الرود جبت لك العوامة مشان تحلى أنت ورفقاتك وهدول كعكات مشان ترمش أنت ورفقاتك المحابيس ولا يهمك ها الحبس للرجال ما بيكفي عطيتوني الحلا كله بحلوة كمان جايبين لي عوامة وكعك لا كتير هيك كتير خجلتوني خير الله تقبر قلبي يا رضا جبت لك شوية تفاح غنكوسي ولا كسب لي التفاح شلون حسون ان شاء الله ما عاد بكي هذا تفاح شغل الزبداني مني ومن محاسن رضا جايب لك شوية تسفة فتني بتعرفوا يا جماعة صار بدي حدا منكم يفوت معي على القاوش يعاوني ببيع الاغراض جوا الصدفة رح تساعدني كتير بعملية التصالح بين بر وفريزة رب طارة نافعة عند قوم شو؟ قول خال عندي حل وسط أفصح بده تعاون من الطرفين شلون؟ يعني حل جايز يرضيك ويرضي مرتك فريزة ما عندي مانع بفهم الحكي انه عندك استعداد للتعاون معي بتعاون بس بشرط واحد شو هو؟ تحط ببالك وببال حلولك اي حل بدك تقوله او تفكر فيه يكون بعيد عن مرمى الطيور زنبوعة فنجان قهوة من الدياب خلي عمك بره يعدل مزاجه على راس شبيك لبيك القهوة لعينيك وزنبوعة بين ايديك
على راسي يا عم رضا. تفضل. سلموا خال. معلم؟ لا لا أنا صاير القهوة عم بتنرفزني. سلامتك. دايمة. صحتين. إيه خيو؟ قول خال. تستغني عن ربع الأم؟ إيه. شو إيه؟ جاوبني. إيه مو لا تكمل سؤالك بالأول خالي. تستغني عن ربع الأم لأجل عيون العشرة وعيون أولادك طيرة وحسون. ربع الان ما الان بقلب بعضه يا دوب يطلع خشايه، شو راح اعمل بربع الان؟ شو راح اعمل؟ هلا طالما برو رضي وافق على ربع الان، انا برايي انت كمان تقبلي مبدئيا. لك احكي لك كلمه فريزه شبنا. مبدئيا وشو راح اعمل بربع الان؟ شو راح اعمل بربع الان مبدئيا؟ هلا انت وافقي واتكلي على الله وعلي. ايه وافقي وافقي. لك اسمعوا على السمع اسمعوا، يعني معقولة ربع الان يسع حسون وطيرة؟ معقولة؟ لك يا بنتي يا فريزة اسمعي كلامي وافقي، ما بتكوني الا رضيانة. رضيانة؟ بربع الان؟ لك انا مالي عم بتطلع على ربع الان. لك انا على شو عم بتطلع؟ لك انا عم بتطلع اني اقربكم شوي من بعضكم. وبربع الان بدك تقربنا من بعضنا بربع الان؟ لك هلا ربع الان ولا نص الان، المهم تتقارب شوي الافكار، يمكن ناخذ الان كله. لك انت مالك سمعاني بسياسه الفشخه فشخه؟ وربع الان اول فشخه؟ اول فشخه. هات امي وروحي افتح الباب. هلا انت وافقي واتكلي على الله وعلي. ايه وافقي وافقي. يا معلمي يا معلمي يا معلمي يا معلمي يا معلمي. ايش ما بيحتك سلمى؟ معلمي ابو عادي وينه؟ جوا. فوتي قلي له ابو زكي وابو النسوار عشان يشلخوا بعض التشليخ. لك استعتي بقى في قدامني فوتي لسايم مكوك اوام وناني غلط. انطلقي. يا اوام يا معلمي. لك هلا نحن شو اتفقنا يا ابو النسوار؟ لك ما ترد علي، شو اتفقنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك شايف شو عم يصير معنا؟ شايف؟ الله يلعن الشيطان وساعته. خيو ابن نسوان إذا كل يوم التاني بدك تخرق الاتفاقية بيناتنا أنا برفع إيدي على القضية نهائيا. إيوه. لا 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 أنا ما عمل لك ترفع إيدك على القضية. روي أبو عدي. لك داخلي داخلي يا أبو عدي، داخلي واحتار فكري. داخلك واحتار فكرك؟ إيه شو عليه؟ الله يسامحك، هذا بدل ما تكنن لي المعروف وتتشكرني وأنا عم بخدمك ليل ونهار ومخمخ لك مشان قضيتك أنت وأبو النسوان. الله يسامحك الله يسامحك. لك شو بدي أحكي أنا؟ قال اعمل معروف وكب البحر. أنا اللي عم بشتغل لك ليل ونهار مشان قضيتك، مشان طالع لك أبو النسوان من الدكان مثل الشعرة من العجين. الله يسامحك يا حق. أبو عدي أبو عبدي لا تاخذني بالعبطة، يستر حريمك لا تاخذني بالعبطة، بدون شيء أنا معبود خلقة. أنا اللي عم باخذك بالعبطة يا أبو زاكي، أنا الله يسامحك. إلا كان شلون بدك تطالع أبو النسوان من الدكان وأنت عم تقول له بدك تخليه من الدكان؟ وهالكلام قلت له يا بعظمة لسانك، وين هي بتنصرف؟ فهمني وين بتنصرف؟ إيه هي شغلتي. ها؟ هذا باب سيما متبل بعواطف يا أبو زاكي شبنا. شلون سيدي شلون؟ فهمني لك فهمني. ما عم بفهم اللي صاير، ما عم بفهم. لك حبيبي انت ليش مقلني بالموضوع اذا بدك تتدخل بشغلي؟ فهمني ليش. يا ناس الملك لله سكان الأرض.
قليل وعاش يحمد ربه مهما صار. يا ناس الملك